السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير دايما وفي احسن حال. النهاردة هنعمل مع بعض الحمام الكذاب بطريقة سهلة بسيطة جدا، وان شاء الله تعجبكم وطعمها بجد تحفة. انا خليت معاكم الفراخ قبل كده في فيديو، هسيب لكم الفيديو بتاعي في صندوق الوصف. اللي مش يعرف صندوق الوصف، بيبقى سهم تحت الفيديو، سهم كده مثلث بتفتحيه بتلاقي صندوق الوصف، هو ده. تمام، يلا بينا نشوف المقادير والطريقة مع اول بعض. حاجة هنعمل تتبيلة الوراك بتاعت الفراخ علشان نسيبها شوية تقعد شوية معانا. تمام، انا ما هنا اول حاجة معايا الوراك اللي احنا خليناهم مع بعض. لو انتي مش هتعرفي تخلي الوراك ممكن تقولي للفرارجي انا عايزة وراك علشان اعمل حمام كداب، هو يخليها لك. تمام، انا معايا 4 كده، اعملي على قد العدد اللي انتي هتحتاجيه. تمام، انا معايا هنا طماطم، معايا حبيتين صغيرين من الطماطم وحباية من البصل، ومعايا 3 فصوص من الثوم صغير متوسطين. معايا هنا توابل، ملح وفلفل وكمون وكزبرة ناشفة وبهارات فراخ، ومعايا معلقة عسل ابيض، هي دي التوابل بتاعتنا. ومعانا طبعا عصرة ليمونة ومعلقة من الزيت. اول حاجة انزل بالبصل والطماطم والثوم معايا علشان افرمهم. وانزل بالبهارات معاهم، كل حاجة انزل بيها، واجيب عصرة الليمونة برضو، هحط عصرة نص ليمونة، واحط معلقة من الزيت، افرمهم كويس جدا. تمام، انا فرمتهم، انزل بقى عليهم بمعلقة العسل. طبعا انتي ظبطي الملح للفراخ، تمام. بعد ما خلصناها كده انزل بقى بالتوابل دي كلها في قلب الفراخ. التتبيله دي جميله جدا، ممكن برضو عايزه حابه ان انت تشوي الفراخ بيها، حابه ان انت تعملي بيها اي حاجه، تتبيله جميله وسهله. تمام، ادخل كده من جوه. طبعا اعملي بايديكي، احنا غاسلين ايدينا ودايما ايدينا في المطبخ نظيفه يعني. تمام، دخلي كده من جوه التتبيله، خلي التتبيله كلها كده تتغلغل جوه الوراك كده. تمام، وبعد ما خلصت خالص كده اسيبها بقى في التتبيله ساعتين. ممكن انت تعمليها من بالليل وتسيبيها لتاني يوم، هتبقى اجمل واجمل، بس انا علشان انا مستعجله عليها انا هسيبها ساعه او ساعتين. ويلا بينا نعمل الحشو بتاعها. للحشو هنعمل الحشو مع بعض. انا حطيت معلقه كبيره كده من الزبده الفلاحي ومعلقه من الزيت، وهنزل بقى ببصلايه مفرومه، انا فرمت بصلايه وعليها يعني نص قرن من الفلفل كده، فلفل بيديها طعم حلو وجميل. افضل اقلب فيه كده لحد ما ايه ما يدبل معايا. نحط كده ايه ربع معلقه ملح مبهر معاها وهي بتتشوح مع البصلايه، وهي بتتشوح كده تبقى جميله، تديها ريحه حلوه. انا مش هحط بهارات اكتر من كده علشان انا حاطه في تتبيله الفراخ، هو يبقى ملح وفلفل وكمون مع البصلايه والقرن الفلفل وخلاص على كده. طبعا انا معايا نص قرن كده فلفل حراق، انتي حابه تحطيه حطي، مش حابه تحطي ما تحطيش. اول ما البصلايه تدبل معايا هنزل بالرز على طول. البصلايه معايا دبلت والقرن الفلفل، انزل بقى بالرز. بسم الله، اشوحه كويس معايا مع الخلطه بتاعتنا دي. انا حاطه رز كتير علشان اللي هيفيد انا اقدمه وهناكله معاه. انتي حابه مش حابه تاكليه حطي، لو هتعملي 4 وراك تمام، لو هتعملي 4 وراك احطي قد مثلا قد كوبايه من كوبايات العصير كده من الرز. تمام، اشوح في الرز كويس جدا. يبقى احنا حطينا ايه على الرز ده، احنا حطينا فلفل وحطينا بصلايه وبشرناهم او ضربناهم في الكبه وشوحناهم، وقرن الفلفل، نص قرن الفلفل الحراق ده اختياري. تمام، اللي حابب يحطه وحابب ان هو يبقى مشطشط يحطه. وحطينا ملح وفلفل وكمون بس. تمام، هشوحه كويس جدا. وطبعا انت ظبطي الملح بتاعك والفراخ واوراك الفراخ
حطينا عليه دي بصلايه مفرومه، وحطينا عليه حبايه من الطماطم، وحطينا 3 فصوص من الثوم، ضربناهم كلهم في الكبه، وحطيت معلقه عسل صغيره مش كبيره، يعني معلقه عسل صغيره كده، وحطينا التوابل كمون وفلفل اسود وملح وكزبره ناشفه وبهارات فراخ، تمام، بس وعصره نص ليمونه ومعلقه من الزيت، وضربتهم كلهم في الكبه، حطيتهم كلهم في الكبه وضربتهم، وتبلت بيهم الفراخ وسبتهم يتبلوا في التلاجة لمدة ساعة علشان يتشربوا كده من التتبيلة كويس، تمام. انا هفضل اقلب كده لحد ما اشوح في الرز كويس جدا. انا الرز انا غسلاه ومش نقعاه، انا هو مغسول بس مش منقوع، مغسول كويس جدا. لو انت عندك كبد وقوانص، عندك لحمة مفرومة، ايه اللي عندك وحابة تحطيه حطيه. انا كده شوحته كويس جدا، انزل بقى بمية، انزل بكوباية بس كده من المية، كوباية شاي من المية. انا مش عايزة اسويه كامل، انا عايزة اسويه يعني يعتبر نص سوا كده، مش تلات اربع سوا كمان، لا انا عايزاه نص سوا، شايفين معايا، هي دي المية اللي انا عايزاها. هحط كمان شوية، هي دي المية اللي انا عاوزاها، انا عايزاها نص سوا بس. هو طبعا عاوز ملح معايا، فانا هظبط الملح بتاعي على قد الكميه، وانت برضو ظبطي الملح بتاعك على قد الكميه بتاعتك. وخلاص كده بعد ما الرز بتاعنا استوى نص سوا، شايفين هو مفلفل معانا، فاضل له حاجه بسيطه جدا ويستوي. هنحطه بقى في الفراخ، في الوراك بتاعتنا. انا سبت الوراك بتاعتي ساعه وشلت منها شويه من التتبيله، مش تغرقيها قوي في التتبيله علشان ما تبقاش طريه معاكي قوي. احشي بقى كده واتكه من جوه كده. هو طبعا براحتك، يعني لو انت اي حابه تمليها رز كده كده الرز مش هيفضل، يعني مش هياخد حاجه يعني في السوا، باقي له حاجه بسيطه خالص في السوا. وطبعا معانا الوراك ما بتاخدش حاجه، ما بتاخدش يعني ايه سوا في الشوربه، يا دوب مثلا ما بتكملش ربع ساعه وبتكون استوت، تمام. انا كده حشيتها كلها ودخلتها من جوه من ورك كده من جوه، هلمها، هلم الجلد، شايفين فايدة الجلد معايا، هلمها كده وظبطها جدا علشان ما تتفتحش معايا، ومعايا خلة اسنان اظبطها كده الاول، تمام، بالشكل ده كده. انا معايا بقى خلة اسنان هعملها بيها، هقفل بيها. انت لو عندك دبارة، عندك خيط ولا حاجة وحابة تلف بيها بالخيط، هتبقى برضو جميلة وحلوة، بس انا ما عنديش، فعلشان كده عملت بخلة الاسنان واظبطها كده الجلد كله، شايفين فايدة الجلد، بيكمر ليا الحمامية معايا علشان ما تنزلش رز، شايفين بالشكل ده. ده بقى حمام ولا مش حمام؟ شايفين الجمال، بجد جميلة قوي وطعمها جميل جدا، جربيها بجد هتعجبك قوي. هعمل معاكو واحدة كمان، شايفين انا دي مقطوعة، هعملها برضو معاكم، احشي كده بس دي علشان صغيرة شوية فمش هحشيها كلها، مش هملاها قصدي. شايفين انا كده خلاص مليتها بالشكل ده، اقفلها بقى بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، اظبطها كده واظبط الجلد كده عليها علشان بحيث ما تتفتحش معايا في الشوربة، وامسك برضو كده بالخلة. انتي مش حابة تعملي بخلة، ممكن لو عندك ستريتش، الرول الستريتش ده ممكن انت تلفيها بيه وتحطيها في ورق سلوفان فويل، ممكن تحطيه بقى في الفرن، او ممكن تحطيه تسويه في المية، وممكن كمان تعملي الخطوة دي وما تحطهاش في شوربة برضو، تحطيها في صينية وتقفلي عليها فويل وتحطيها في الفرن، او ممكن نحطها في كيس حراري، هنعملها برضو مرة في كيس حراري، بس انا حبيها المرة دي بشوربة، تبقى جميلة بشوربة، بالشوربة بتاعتها.
بعد ما خلصت كله بالشكل ده وظبطته تمام زي ما انتم شايفين كده، حطه بقى في الميه، هنزله بقى في الميه. الميه انا حاطه فيها بصل وملح وفلفل وكمون ورق لورا، بس هي دي كده ادليه بالشكل ده، وهدي عليه النار واسيبه لما يستوي براحته. تمام، وشايفين الوراق الفراخ الحمام معانا طلع بالشكل ده، بجد طعمه وريحته جميل جدا. قعد معايا بالظبط ربع ساعه، ما تكتريش عن كده، وخلي النار هاديه عليه، ما تخليش عاليه عليه النار علشان ما يتفتحش منك. بجد طعمه جميل جدا جدا ومستوي من جوه. وشايفين الرز معايا، انا كملت السوا بتاعه، مفلفل جدا وجميل تحفه بجد. والفراخ برضو جميله، الحمام طبعا جميل جدا جدا، جربيه بجد هيعجبك. لو عجبك الفيديو ما تنسيش تعمل اشتراك في القناة وتفعل زر الجرس علشان يوصلك مني كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.